بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، ونحن نلتقيكم في برنامجكم فتاوى وأحكام. أيها الإخوة الكرام، هذه الحلقة خاصة واستثنائية، لأننا خصصنا الحديث فيها عن هذه الهجمة البربرية الشرسة على أقدس مقدساتنا وأعز ما يملكه الإنسان المسلم، وهو أعز من أولاده وأبنائه وحتى روحه، إنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ننصره وكيف نرد عنه هذه الإساءة التي طالت هذا الرمز وهذا القائد وهذا القدوة لنا جميعا؟ لذلك أيها الإخوة الكرام، نهيب بكم بأن تشاركونا في هذا البرنامج على هاتف البرنامج والتي ستظهر على الشاشة أمامكم، مرحبين دوما بتفاعلكم معنا. ويسعدنا أن نستقبل ونستضيف في هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد شكري، وهو أستاذ التفسير في كلية الشريعة الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، وحياكم الله. الله بارك فيك، حياكم الله. أيها الإخوة الكرام، ابتداء وقبل الشروع في برنامجنا وفي محاوره، فإننا ننعى في قناة اليرموك إدارة وعاملين ننعى شيخا مقرئا وقارئا لكتاب الله في بلدنا العزيز الأردن، وهو الشيخ محمود إدريس رحمه الله. هذا العلم الذي عاش ومكث وعرف في مدينة الزرقاء وتوفي عن 80 عاما رحمه الله، وهو من خدام كتاب الله عز وجل، قضى سحابة عمره دارسا ومدرسا ومتعلما ومعلما لكتاب الله سبحانه وتعالى، وله الأيدي البيضاء على حفظ كتاب الله تعالى في مدينة الزرقاء خصوصا وفي الأردن عموما، وهو الذي تلقى تلاوة القرآن وعلومه عن ثلة من علماء الأردن ومشايخه ومقرئيه، من أبرزهم الشيخ عبد الودود الزراري والقارئ الشيخ سعيد سمور وغيرهم من المشايخ القراء والعلماء الأجلاء في الأردن. وهو إمام لمسجد عمر بن الخطاب، المسجد المركزي المعروف في مدينة الزرقاء، وبقي فيه فترة طويلة من الزمن. وهو أيضا الذي درس في جامعة آل البيت فترة من الزمن لعلوم القرآن وتجويده. هؤلاء العلماء الكبار والمشايخ الفاضل الذين بموتهم لا شك بأن الأمة تخسر كثيرا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا بفقيدنا خيرا. أولا دكتور، ماذا تقول أولا بموت هذا الحافظ والعالم الشيخ محمود إدريس رحمه الله؟ نعم، له حق علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة بالأمس ضحا فقدنا هذا الشيخ العالم الجليل الكبير القارئ المعلم الإمام المربي الأنموذج الشيخ محمود إدريس رحمه الله تعالى، وكان موته فعلا خسارة لهذه الأمة كما تفضلتم. أنا أعرف الشيخ محمود إدريس وأسمع عنه من قديم، منذ كنت شابا. نعم. وكان إمام مسجد عمر بن الخطاب في الزرقاء، وكان من ميزته أنه ليس فقط إمام، هو إمام وهو مربي وهو مفسر، وهو حقيقة أب لمن حوله في المسجد. يعني دائما نحن نقول الإمام يجب أن يكون في مثل هذه الشخصية. نعم. إيجابيا، مربيا، بناء، معطاء، حتى يتعلق الناس به، داعية. نعم. مربيا، موجها. الشيخ محمود إدريس حقيقة يمتاز بأشياء كثيرة من الجوانب الإيجابية، ومن أجمل ما فيه أنه كان بارا بشيوخه.
اليوم أنا شاركت حقيقة في صلاة الجنازة في مسجد ابن مكتوم في ضاحية من ضواحي الزرقاء في حي معصوم، وهالني حقيقة العدد الكبير من الناس. نعم. يعني أنا حضرت جنائز فيها أعداد كثيرة، هذه أظن أكبر جنازة أحضرها هنا في الأردن. حقيقة يستحق فعلا هذا الإكرام وهذا التبجيل وهذا الاحترام، وأنا قرأت في عيون تلاميذه نعم. الحب له والإخلاص له، والدموع كانت في عيونهم أثناء الصلاة عليه. عندما ذهبنا إلى المقبرة لم نستطع الدخول، كان معي مجموعة من كبار علماء الأردن أيضا في سيارة كبيرة، لم نستطع الدخول، يعني نعم. قلنا إذا دخلنا لن نخرج قبل المغرب، شدة الزحام، يعني مشاركين الزحام شديد، والمقبرة الهاشمية طبيعة المدخل ضيق وكذا، فيعني معظم الإخوة اللي معنا وهم كبار في السن ويعني لا يستطيعون الوقوف كثيرا دعونا له ونحن في الباص وعدنا، لم نستطع أن ندخل. المهم الشيخ محمود إدريس كان برا بشيوخه، ومنهم الشيخ عبد الودود الزراري رحمه الله، حقيقة يعني تعهده وهو الذي قام على دفنه والاعتناء به لما مات، وكان يقول اللهم هيئ لي كما هيأتني لشيخي. سبحان الله. نعم. العام الماضي شاركت في رحلة عمرة مع الشيخ محمود إدريس، كانت رحلة جميلة جدا ونعم الرفيق والصديق حقيقة خلالها. وكان أكثر واحد فينا، هو كان أكبرنا في السن، وكان أكثر واحد فينا عنده الروح الفكاهة والدعابة والمرح والتخفيف عنا. نعم. طبعا أحيانا الإنسان لما لا يعرف شخص عن قرب يعرفهم عن بعد يعني يتخيله بصورة معينة. نعم. بالنسبة لي كانت أول مرة ألتقي فيها مع الشيخ محمود إدريس في خلطة قريبة جدا بهذه نعم. الطريقة. نعم. فلم أكن أعرف كيف طبيعة شخصيته، كيف سأعامله، هل يحتاج إلى لكن مع السفر والمخالطة من أرقى الناس ومن أحسن الناس ومن أجمل الناس. يمكن أن نقدم هذا الشيخ رحمه الله كنموذج للدعاء للمقبلين على كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا يعني لنا في هذا الشيخ فعلا أن نتمثل أخلاقه وصفاته الجليلة الجميلة الطيبة التي كانت من القرآن. يعني أنا يعني رأيته في المكة وفي المدينة كيف كان يعني في العبادة والإقبال والتضرع أنا بقول كل واحد منا حقيقة يجب أن يستلهم أولا من القرآن وثانيا من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يعلمهم، كيف يتخلق بالأخلاق العالية جدا النموذجية. دائما كنت أقول أنا مع طلابي في الجامعة تخلق بأحسن ما ترى. صحيح. دائما كل واحد فينا عنده أخلاق معينة ممكن مجبول عليها، ممكن أنه عصبي مثلا، أقول له يا أخي أنا ما بقدر أترك هذه العصبية، بقول له معلش أنت تستطيع أن تتخلق، تستطيع أن تخفف وأن تضعف من هذا الصفة السلبية التي فيك. فأنا أقول رحمة الله تعالى رحمة واسعة على الشيخ محمود إدريس، ونسأل الله أن يرفع درجته في جنة الصالحين إن شاء الله. شكرا لك دكتور. دكتور، بالعودة إلى موضوعنا، نعيش في هذه الأيام على وقع هجمة غير مبررة تحت أي عنوان لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، نسمع ونرى وهناك ردة فعل. السؤال دكتور، لماذا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل تستدعي كل هذه ردة الفعل التي حدثت ويمكن أن تتفاعل في خلال هذه الأيام وتحدث على ما ورد من إساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للشق الأول، لماذا الإساءة؟ هذا حقيقة الإنسان عندما يستلهم من الآيات الكريمة المواقف الأقوام مع الأنبياء يجد أن هذا شيء طبيعي، طبيعي جدا. ما من نبي إلا أوذي، ما من نبي إلا استهزئ به، ما من نبي إلا اتهم، اتهم في عقله وقالوا ساحر أو مجنون، اتهم في سلوكه وتصرفاته، اتهم في أهله، ممكن في أولاده، في أتباعه، في حياته، في نمط معيشته، كل الأنبياء أوذوا. فالإيذاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة شيء طبيعي جدا أن يكون أوذي في حياته كثيرا فصبر واحتمل، وأوذي بعد ذلك يعني كشيء من الاستمرار والمتابعة لهذه الحملة، وأيضا يعني هذا كله رفع لمقامه عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. وبالتالي الإيذاء أنا بقول شيء طبيعي جدا. وأنا أقول مواقف الناس من الحق ثلاثة. موقف من يريد أن يحق الحق وهم قلة من الناس، موقف من يريد أن يزهق الحق وهم كثرة من الناس، والموقف الثالث وهم كثرة أخرى أيضا من الناس الذين يريدون أن يلبسوا الحق ثوب الباطل. هذه مشكلة، وهذه هي المشكلة الكبرى حقيقة. أعظم مشاكلنا في هذه الأيام يعني ليس مع الفريق السابق الذي يريد أن يزهق الحق، لأن هؤلاء واضحون، أما الذي يريد أن يقلب الحق إلى باطل، يريد أن يريك هذا الحق الجميل الرائع الجميل على أنه شيء باطل. وبالتالي هذا الفريق من الناس موجود، وجد زمن آدم، من أيام آدم إبليس، ثم أيام نوح، ثم أيام عاد وثمود، وهكذا يعني معاداة الأنبياء في دربهم وفي سلوكهم كثير جدا.
أسوأ الناس من يريد أن يلبس الحق ثوب الباطل وأن يظهر الحق الجميل للناس على أنه باطل أو على أنه أسود. هذه بالنسبة للجزئية الأولى. الجزئية الثانية، هل يستدعي هذا الأمر منا معاشر المسلمين أن نغضب أو أن نثور أو أن لا نرضى؟ أنا أقول يعني حضرتك تفضلت قبل قليل وقلت يعني هم طعنونا إن صح التعبير في أقدس مقدساتنا. صحيح. أقدس من الكعبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، وهو شفيعنا يوم القيامة، وهو هادينا، وهو الذي أخرجت به هذه الأمة من الظلمات إلى النور. فضله ليس علينا فقط، علينا وعلى من سبقنا وعلى من سيأتي بعدنا. فضله على هذه الأمة وعلى حتى على الكفار، حتى على البهائم والطير، حتى على الطبيعة. يعني كان يوصي أصحابه بالاعتناء بالأشياء بالأشجار مثلا، وبالهواء وبالنبات وبالحيوانات. هو رحمة كما سماه الله سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين سبحانه. وليس للمسلمين، للعالمين. وبالتالي حقيقة يعني نحن نجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وفي قلوبنا كثيرا جدا، ولذلك نفتديه بأرواحنا وبأنفسنا. وكل واحد منا بيقول لهؤلاء الذين يحاولون إذاءنا بإذائه صلى الله عليه وسلم وبالإساءة إليه، من قل لهم آذونا نحن ولا تؤذوه، اتركوه يعني واتوا علينا. الصحابي الجليل خبيب بن عدي يعني لما كان أسيرا في مكة وقال له المشركون من باب اختباره، قالوا له أيسرك أن تكون في بيتك مرتاحا مع أسرتك ويكون محمد مكانك أسيرا يكاد أن يقتل ويصلب؟ قال له والله لا أرضى أن أكون في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، ليس يكون في مكاني بل يشاك بشوكة. إلى هذه الدرجة المسلمون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن منهم طبعا. كيف نستطيع أن نوصل هذه الفكرة؟ لعل البعض يقول أننا نتحدث مع بعضنا المسلمين مع بعضنا البعض بأننا نقدس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أعز ما يمكن أن يتحدث عنه. وإذا أرادنا أن ننطق باسمه صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالبخيل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه، هذا على مجرد ذكر اسمه، فكيف بشخصه، كيف بفعله، كيف بكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن أن نوصل هذا الشعور نحن كمسلمين إلى العالم كله؟ جميل جميل. أنا قبل قليل قلت معلومة أعيدها، الذي يعرف الشخص من بعيد لا يعرف تفاصيله ولا يعرف كيف يتعامل معه ولا يعرف كيف مثلا يتصرف معه. الذين لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتعاملون معه عن بعد، يعني من حيث المبدأ معذورون في عدم معرفته. نحن درسنا في السيرة وقرأنا في الأحاديث النبوية وعرفنا من خلال هذه الأحداث كلها المقام والمكانة والمنزلة والروح الإيجابية الرائعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع كل من حوله. كان إيجابيا في كل شيء، كان الرحمة، يعني هذا الكتاب عنوانه الرحمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرحمة في مع كل المخلوقات، مع كل البشر، مع كل حتى أعداء الأعداء. بعض أعداء أعدائه عفى عنهم بشكل، يعني بعض الناس لما يسمع الكلام ممكن مع الحديث يعني نذكر بعض هذه الحوادث بقول كيف يعني تنازل ويبيح عرضه لهؤلاء الناس. أذوه جدا، يعني تكلموا عليه بكلام يعني أن أحدنا لا يرضاه عن نفسه. ومع ذلك عفى وصفح إلى مكة فاتحا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم جميعا. دكتور، كنا نتحدث عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الوقوع بعرض النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بحقه الشخصي فقط أم للأمة حق فيه، ومدى استمرارية هذا الحق؟ يعني حقيقة التعرض له صلى الله عليه وسلم بالإساءة فيه الحقان، فيه الحق الشخصي وفيه الحق العام. أما الحق الشخصي فهو يتصرف فيه كما يشاء، وقد كان في حياته يتصرف فيه في الغالب بالتنازل بالرحمة والصفح. ولكن في حالات حقيقة يعني انتقم إن صح التعبير بالانتقام من بعض من آذوه، لأنهم آذوه جهارا وبأسلوب في غاية الابتذال والسفاهة وقلة الأدب وقلة العقل وقلة الحياء. وبالتالي أحيانا بعض الناس لا ينفع معهم التعامل إلا بمثل هذه الطريقة. يعني ممكن أناس يقولوا لماذا منهج أو مذهب الرحمة لم يطبق على الجميع؟ حقيقة بعض الناس يعني، ونحن نتكلم عن أمة يعني فيها الغث والسمين وفيها يعني الآن أي رئيس دولة يتعامل مع الجماهير الغفيرة من الناس الملايين لن يكونوا جميعا على نفس واحد وعلى قلب واحد وعلى طريقة واحدة في التعامل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا المنهجية، متى تعفو وتصفح، متى تنتقم، متى ماذا تفعل وكيف تنتقم أيضا. وهذه لابد أن نثبتها ونركزها. يعني واحد أساء لك بطريقة معينة لا تنتقم منه بالقتل مثلا. يعني ينبغي أن يكون هناك موازين دقيقة جدا لهذا. يبقى حق الأمة الآن،
حق الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا هو الرمز الأعظم، وهو منقذ البشرية والإنسانية، وهو قدوتنا وشفيعنا يوم القيامة، يعني إلى آخر كل هذه الصفات الحميدة الرائعة جدا التي فيه. ومن هنا نحن الواحد منا يغضب إذا تعرض له، إذا تعرض لأبيه، إذا تعرض لأهله، ألا يغضب إذا تعرض لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قطعا. ألا يدخل في نفسه شيء من الاحتقان والألم؟ يعني أي واحد يحصل معه هذا مع أي إنسان من الذين حوله، يعني لا يعجبه. يعني أنا لو أنا وأنت أي واحد من الأخوة المشاهدين ماشي في الشارع وشاف واحد بتعدى على واحد هيك ماشي في سبيله وسب عليه، نتألم. صحيح. نتألم لهذا، منقول يعني إذا لماذا؟ إذا هذا إذا لم تكن له به صلة فكيف بالضبط بمن بالضبط. فيه أي حتى يعني درس أخذناه في المدرسة زمان. نعم. لما كنا صغارا عن نعم. مثلا إذا البهائم. نعم. يعني إنه إذا رأيت شخصا يؤذي حتى مثلا كلبا أو قطا أو حمارا، ماذا تفعل؟ كيف تتصرف؟ نعم. هل تقبل بهذا الإيذاء؟ نعم. ولذلك يعني نقول الحق العام في هذا الأمر موجود، والأمة جميعا حقيقة طبعا بمستويات. نعم. مطالبة بأن فعلا تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستطيع، كل حسب موقعه. نعم. وحسب دكتور على المسؤوليات التي يتحملها الجميع في هذه. نعم. الأمة على مختلف مستوياتها، لكن دكتور البعض يقول بأنه يعني يهون من خطوة الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بأن يعني يفترض أن تكون ردة فعلنا بإماتة هذا الباطل الذي يعني بدأ. نعم. من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، بأن لا نذكره، بأن يعني نستبعده من ردة الفعل العنيفة سواء كانت اللفظية أو غير اللفظية. نعم. ويضربون المثال على ذلك بأن الصحيفة الفرنسية سيئة الذكر شارلي إبدو بأنها كانت على وشك الإفلاس، ولكن بسبب الثورة والغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تبيع ملايين من النسخ في كل لغات العالم. نعم. يعني هل هذا يتحمل مسؤوليته الغضب الذي قام في العالم العربي والإسلامي لرسول الله، أم يتحمل مسؤوليته أطراف أخرى؟ يعني كما تفضلت القضية ممكن نقول ذات حدين. نعم. ممكن ننظر لها بالزاوية اليمنى، ممكن ننظر لها بالزاوية اليسرى. إذا نظرنا بالزاوية الأولى أن هذا الغضب ممكن أن ينفعهم، ممكن أن يفيدهم، ممكن أن يشهرهم. نعم. ممكن أن تسبب لهم مبيعات أكثر لصحيفتهم مثلا. نعم. طيب صحيح هذا حصل، ولكن هذا حسب تقديري مؤقت لن يطول، صحيح لعدد عددين ثلاثة قادمات. ثم الناس التي تشتري، يعني الآن فعلا يعني صدرت الصحيفة أمس، نفد منها كم في أسواق باريس؟ أظن مليون، 3 ملايين يعني طبعت. طيب نفترض 10 ملايين، هل كل من اشترى هذا العدد اشتراه لكي يعني ينجذب له، مقتنع فيه، يحبه؟ أنا حقيقة عجبني أمس مقال قرأته هكذا يعني بشكل سريع. نعم. هذه ممكن جدا أن تكون لنا وليس لهم. نعم. يعني أحداث كثيرة حصلت، الرسومات المسيئة اللي حصلت قبل عدة سنوات. نعم. كم دخل في الإسلام بعد ذلك من أهل أوروبا وغيرهم. لما صار هذا مدعى، طيب من يعني واحد أوروبي الآن، مواطن أوروبي عادي، بتسأل في نفسه بيقول من محمد الذي آذاه هؤلاء الناس؟ من هو؟ لماذا يتصرفون معه هكذا؟ هل يستحق محمد من وجهة نظر هذا الذي لا يعرفه كل هذا الاهتمام، والمسلمون مستعدون أن يموت منهم المئات والآلاف والملايين في سبيله، في سبيل نصرته؟ إذن بيبدأ يتعرف وبيبدأ يسأل، يعني ممكن تكون رب ضارة نافعة من هذا الجانب. فالذيوع والانتشار له يعني ليس لأنه أحب وليس لأنه صار مرغوبا فيه، بل مجرد لحب الاستطلاع والمعرفة، ويعني إعصار قليل ويذوب أظن هكذا. نعم. الآن من زاوية النظر الأخرى، نحن لو أننا سكتنا مثلا وقلنا قولوا في محمد ما تشاءون فالله عز وجل يدافع عنه مثلا. نعم. كما فعل عبد المطلب في الكعبة. نعم. قال للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل أدافع عن إبلي. نعم. هذا الموقف السلبي حقيقة يعني يضرنا. يضرنا كثيرا، يضرنا في إيماننا، في عقيدتنا، في نفوسنا، في قلوبنا، في علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة دائما هذه المواقف أنا لما أراقبها وأتابعها بشعر بأنه جذوة الإيمان في قلوبنا بتزداد، ونبدأ نعيد حساباتنا ونرتب أولوياتنا، ونبدأ نفكر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وندرسها ونتأمل فيها ونتعلمها، وبالتالي مرة أخرى رب ضارة نافعة. نعم. يعني هي ضارة من جهة ولكن تنفعنا من جهة أخرى، تحيي في نفوسنا وفي قلوبنا شيء كبير جدا من حب الرسول عليه. نعم. الصلاة والسلام. صحيح. ولذلك يعني الآن من زاويتي النظر، نثور أو لا نثور، أو نغضب أو لا نغضب، نغضب
غدا في مسيرة في عمان يعني بعد صلاة الجمعة، يعني من يستطيع أن يشارك فيها فعلا شيء جميل جدا، يعني من أقل ما يكون أن نعبر عن شعورنا وطبعا التعبير السلمي يقينا يعني السلمي الذي هو ممكن نقول الحضاري، لأن ديننا هو دين الحضارة. ومن هنا يعني حتى عند الغربيين وغيرهم، أنا مرات بتألم لما المسلمين يعني في أي دولة من دول المسلمين يعبرون عن غضبهم بإيذاء الآخرين. يعني مسيرة خرجت كسروا سيارات مثلا، أو آذوا شخصا يسير في الطريق، هندوسي ولا بوذي ولا كذا، تعال نقتل لك. لا يعني هيك منخرب. يعني التعبير السلمي الحضاري الرائع جدا اللي تعلمنا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينفع ولا يضر، يعني دعوة للإسلام. هي صورة من صورة دعوة للإسلام. إذن دكتور، يعني هي المسألة ليست أنه يعني أن يعني نغض الطرف عن مثل هذا حدث، هذا ليس علاجا. لا لا لا، بكل علاج تأكيد علاج يعني. حقيقة يعني وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا العلاج. دكتور، فئة الصحفيين هؤلاء في الصحيفة الفرنسية، هل هم يجهلون شخص النبي صلى الله عليه وسلم أم أن فعلهم متعمد؟ يعني أنا أظن أنهم يجهلون، أنا أظن تقديري المبدئي أنهم لا يعرفون من هو محمد حق المعرفة. ممكن طبعا يعرفونه من وسائل الإعلام الغربية أو الصهيونية أو غيرها، محمد يدعو إلى سفك الدماء، محمد هو السبب في حصول داعش وغيرها، محمد هو الذي يعني الإرهاب، التفريخات الإرهاب كلها من ورائه، هكذا لا يظنون أو هكذا يعرفون. لكن دكتور، نحن نتحدث هنا عن فئة الصحفيين، وعادة ما تكون هذه يعني فئة مثقفة واعية تعرف ممكن جيدا يعني ممكن ماذا تفعل. يعني ممكن، ولكن أيضا أنا لو سألتني أنا يعني لست متخصصا في الأديان، ماذا تعرف عن بوذا مثلا؟ معلوماتي عن بوذا متواضعة. ماذا تعرف عن مثلا الهندوس، من زعيم الهندوس وما مبادئه؟ لا أعرف عنها شيء الكثير. يعني وأنا أكاديمي ومدرس جامعي من سنوات وكذا. يعني أحيانا الإنسان لا يبحث إلا في الأشياء التي تهمه. هؤلاء الصحفيون الآن ممكن بعضهم عرف حقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية، ولكن يعني التجمع، الناس دائما تتجمع مع بعضها وبتكون يعني على قناعات. يعني بعض مشركي مكة الذين خرجوا في بدر، مثل سيدنا العباس خرج في بدر مع المشركين وهو ليس معهم بقلبه، ولكن يعني دائما هكذا التيار الغالب يحكم. يعني ممكن في نفس هذه الصحيفة تجد 2-3-4 أو عدة أشخاص لا يرضيهم هذا ولا يحبونه ولا يريدونه، ولكن الغلبة لصاحب الصوت الأعلى كما يقال. اسمح لي دكتور نخرج فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدين الكرام، ثم نعود إليكم، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد شكري. أهلا وسهلا بكم مجددا. الله يحييك بارك فيك، كرمك الله. دكتور، في هناك يعني مقاربة عجيبة في هذا الحدث، يتم التعدي على نبي هذه الأمة، ثم بعد ذلك يعني عندما تكون ردات الفعل بهذه الطريقة التي تدعو إلى صون الرموز الدينية إلى عن هذه السفهات، ثم بعد ذلك بعد أن نتضرر ونحن المتضررون مما حدث، يتم إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بنا. كيف يمكن دكتور أن نفسر هذه المقاربة التي هي يعني أبعد ما تكون عن المنطقية؟ حقيقة يعني نحن في هذه الأيام عندنا مشكلة كبرى في قضية الإرهاب، الحديث عن الإرهاب وتعريف الإرهاب ومن هو الإرهابي ومن الذي يجوز له أن يصف غيره بالإرهابي. يعني أنا أحيانا أشبهها بقطعة هيك مطاطية لزجة جدا تتشكل كما تريد. الإسرائيلي أو الصهيوني بيعرف الإرهاب كما يريد، وبالتالي بيحكم على المسلمين، على على من يثور عليه، على من هو في الحصار مثلا والضيق ويريد أن يعبر عما فيه إرهابي. نحن العرب مثلا نحكم بشريك معين على الإرهاب، الأمريكان بطريقة، الأوروبيون بطريقة معينة، الآسيويون بطريقة أخرى وهكذا. وأصبحت يعني تهمة جاهزة عند الكل، اللي ما بيعجبك ارميها التهمة عليه وسميه إرهابي، ولو أنه أنت الإرهابي، ولو أنك أنت الإرهابي، ولكن معلش يعني هل إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام والتعدي عليه ليس إرهابا؟ والغضب للرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعد إرهابا مثلا؟ هل احتلال أرض الآخرين ليس إرهابا؟ والذي يعبر عن الضيق الذي في قلبه ليس إرهابا؟ هل الذي يقتل شعبه ليس إرهابا؟ وهل المسكين الفقير الطفل الصغير أمام الخيمة لما يبوت يكون إرهابيا مثلا؟ وهكذا.
فتعريف الإرهاب ومعنى الإرهاب، طبعا عقدت مؤتمرات لتعريف الإرهاب، ومع ذلك هذا كله يعني كلام في الهواء، فقاعات يعني لا تقدم ولا تؤخر. لكن الملاحظ دكتور، ملاحظ دكتور، أنه تهمة الإرهاب تسوق دائما على المسلمين للأسف. يعني للأسف. الفرنسيون أنفسهم عندما احتلوا الجزائر فعلوا الفظاع، وأنا صح. يعني أمامي هنا كتاب لضابط فرنسي يدعى برنارد درافي، كتب كتابا اسمه حرب الجزائر بعد 50 سنة، يبيح أسرار كثيرة للحكومة الفرنسية. نعم، الحكومة الفرنسية، وهو ضابط يعني نقل هذه ووثقها، ويقول بأنهم كانوا يأخذون الجماعات من الجزائريين من سجونهم ثم يضعونهم في مكان ويقومون بإعدامهم إعداما جماعيا، هذا بشهادة الضباط الفرنسيين أنفسهم. فمن له، كما تفضل دكتور، من له الحق بأن يقول أن هذا إرهاب وهذا غير إرهاب؟ ثم بعد ذلك دكتور، هل الإرهاب فقط هو من يستخدم القوة، أم أن هناك إرهاب فكري وهناك طبعاً إرهاب نعم. يعني بالكلام باللسان. وباللسان وبتطاول على نعم. الآخرين. أسمع دكتور إجابتك بعد هذا الاتصال. محمد رباب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك الدكتور محمد رباب. أهلا وسهلا بك، حياك الله. الله حيك. أستاذي الكريم، يعني نبدأ المشاركة بقول الله سبحانه وتعالى، نعم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، نعم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كلما يعني أرادوا أن لهذا النور أن يخبو ازداد قوة وبهاء، كالذي ينفخ على الشمس يريد أن يطفئها. نعم نعم. وبالنسبة لهذه الرسومات هي شهادة لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من كل نقص، لأن أعداء الدين عبر التاريخ لو وجدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حقيقيا لأظهروه، ولكنهم لم يجدوا، فأخذوا يبتدعوا وسائلا ليستهزئوا بها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فيه ولا بأوصافه ولا بشيء من أخلاقه. نعم. أو سلوكاته. نعم. وهذه براءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يحتاجها منهم. جزاك الله خير. نعم دكتور محمد، نحن يعني شاكرين لكلماتك، وما يجول لعله وما عبرت عنه ما يجول في خاطرك هو يجول في أذهان جميع المسلمين. نعم. شكرا لمشاركتك وجزاك الله خير على مداخلتك الكريمة، ونحن ندعو المشاهدين الكرام أن يشاركونا ويشاطرون الرأي في هذه القضية على هواتف البرنامج أيضا التي تظهر على الشاشة أمامكم، ونحن دائما نرحب بالتواصل مع الإخوة المشاهدين. يعني الأستاذ الدكتور محمد يعني يستشهد لكلامه ببيت الشعر الذي يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. نعم صحيح. حقيقة كلامه جميل، الله يجزيه خير. نعم دكتور، هل الإرهاب فقط يأخذ شكل، أم أن الإرهاب يمكن أن يكون إرهابا بالفكري وبالتطاول وبتشويه حقائق التاريخ وبالنظر أيضا؟ نعم. يعني الإرهاب له مجالات واسعة جدا وهيئات وكيفيات كثيرة، قد يكون من فرد ومن جماعة ومن دولة، قد يكون بتزوير حقائق التاريخ، قد يكون بالكذب والافتراء والدجل ويعني أنا أشرت أن مواقف الناس من الحق يريدون أن يلبسوا الحق ثوب الباطل. يعني نعم. أسوأ ما يكون أن يأتيك اللص السارق الذي سرقك ليتهمك بأنك أنت الذي سرقته، يعني وهذه صورة من صور الإرهاب بشكل أو بآخر، وهذا الذي يحصل في أيامنا هذه. يعني ونحن صغار كنا نقول المثل على مستوى الأطفال، أو ضربني وبكى سبقني واشتكى، نفس القضية. صحيح. نفس القضية والصورة. صحيح. والطريقة. يعني أن يأتي الصهاينة ويستغلون هذه الحادثة الآن وكذا، ويركبوا الموجة ويجعلوا الأمر كأنهم هم المستضعفون وهم المستهدفون وهم البسطاء وهم الذين يعني رقيقي القلوب، ولكن الناس يؤذونهم والناس يقتلونهم. ولذلك يعني نتنياهو اكتسب. نعم. الفرصة تقريبا وكذا، وقال يا معاشر اليهود في أوروبا وكذا، تعالوا عندنا، هذه دياركم وهذه أرضكم. نعم. كذا إلى آخره. يعني هم شاطرين دائما في ركوب الموجة بهذه الطريقة. صحيح. والاستغلال الأحداث هذا الشكل. دكتور، تحت غطاء حرية الرأي والتعبير هذه أنا أسميها الكذبة الكبرى. نعم. حرية الرأي والتعبير التي من خلالها يتم التطاول على المقدسات، يتم مهاجمة الآخر، يتم شيطنة الآخر. نعم. أحيانا. نعم. وهذا نوع من أنواع الإرهاب الفكري. لكن دكتور، حرية التعبير هل عقلا يصلح أن تكون حرية التعبير مطلقة؟ يعني
تجيز لصاحبها أن يفعل ويتطرق إلى ما يشاء. الحكماء يقولون الحر المطلق الذي لا عقل له، وسمي العقل عقلا لأنه يجعلك تعقل الأمر وتقف ويعني تتأمل فيما تفعل. فرنسا أم الحرية في العالم المعاصر، والشعار الذي رفعه يعني أرباب الثورة الفرنسية من قبل حقيقة كلام جميل، وكنت أقرأه في إحدى الصحف التي كانت تصدر قبل سنوات نسيت الآن اسمها، كانوا يكتبون فوق اسم الصحيفة كان الحرية حق لكل إنسان أو لكل مخلوق. نعم. تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية غيرك. جميل. يعني أنا بدي أقول لجماعة صحيفة تشارلي إبدو مثلا، حرية أحرار، طيب هذه الرسومات الساخرة رسموا أنفسكم مثلا، استهزئوا بأنفسكم أو بمن حولكم، يعني بأهاليكم، بجنسكم، بقومكم، بمن تريدون ممن يعني اللي بتمونوا عليهم. نعم. بالبلدي إن نعم. صح التعبير، يعني حريتك في نطاق معين. أنا لما أؤذي جاري هذه ليست حرية. أنا لما أعتدي على حق غيري ليست حرية. لما أقطع الإشارة حمراء ليست حرية. لما ألبس ما أريد وأؤذي الناس ليست حرية. يعني الحرية لها الإنسان ربنا أكرمه بالعقل، والعقل زينة كما يقال. وبالتالي فعلا عندي حرية، عندي قدر من الحرية، ولولا الضوابط لكان العالم كله فوضى. فلا بد من ضوابط معينة تضبط هذه الحريات وتقيدها بقيود، وإلا لا يصح شيء. يعني عفوا حتى الدول الأخرى الآن في قيود، يعني الإساءة لرموز الدولة مرفوضة في كثير من الدول. صحيح. قبل أيام سمعت عن إحدى الدول أنه شخص يسيء إلى رمز الدولة وكذا يعاقب بسجن معين أو بغرامة أو بما أشبه. طيب دكتور، حرية التعبير بالمقابل إذا تقاطعت مع ما يسمونه معادات السامية، وعلى رأس ذلك نفي أو التطرق أو البحث حتى في مسألة الهولوكوست مثلا ومحرقة اليهود مثلا، لماذا حرية التعبير تقف عند هذا الحد عند هذا بينما الحد. عندما المسألة تتعلق بالمسلمين حرية التعبير أصبحت ليس لها حدود وليس لها ضوابط. المشكلة أننا في هذه الأيام نعيش في شريعة الغاب حقيقة. نعم. القوي هو الذي يسيطر وليس النافع أو الأحسن هو الذي يسيطر. وبالتالي قضية معاداة السامية، هذا الـ يعني نسميه إيش، المنشور أو الـ أيضا الشعار الذي رفع، وأي واحد لا يعجبهم يتهمونه بهذه التهمة ويحاولون أن يبيدوا أو أن يحرقوه أو حتى أن يقتلوه، وكم قتلوا من أناس. يعني النظام الإسرائيلي كم قتل من أشخاص مثلا من رجال المقاومة في غزة، في فلسطين، في تونس، في لبنان، في كذا في كذا. وأين المسيرات التي خرجت لكي تقول هذا اعتداء ولا يليق ولا يصح ولا ينبغي ولا يمكن أن يكون؟ الناس سكتوا. يعني حرب غزة الأخيرة مثلا قتل فيها حوالي 2000، أين الناس؟ أين نحن المسلمون؟ أين مسيراتنا التي تقول لهم توقفوا عن هذا؟ شيء من أعجب ما يكون. ولذلك في زماننا هذا يعني السلطة والشريعة الغاب تماما. الأسد سيد الغابة، لماذا؟ لأنه أقوى الحيوانات. طيب، في حيوانات عندها حكمة، عندها تدبير، عندها ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. وهذا الذي يحصل بيننا معاشر البشر. ومن هنا يعني هذا كله مؤذن بشر مستطير إن لم يقم البشر بتدارك هذا الأمر. ولذلك مثلا يعني الرئيس الفرنسي نفسه اليوم اليوم في حتى في مثل رابطة للمسلمين وكذا في فرنسا، يعني زارهم وقال كلاما، لأنه فهمت المسيرة وكذا في بعض الجوانب على أنها أصبحت يعني اليهود وجود الإسلام، اليهود الشياطين جيروها لأنفسهم لحسابهم. نعم. وحتى أخذوا جثث الأربعة أظن منهم ودفنوهم في القدس. نعم. ولذلك يعني صارت الأمور فيها شيء من عدم الوضوح. فأراد هؤلاء قادة هذه الدول أن يبينوا أنهم لا يحاربون الإسلام أو ليسوا ضد الإسلام، إنما ضد الإرهاب مثلا أو ضد اعتداء على الآخرين. وحتى في تعبيرات أيضا لميركل اليوم يعني سمعتها في الأخبار. تقول نحن لسنا يعني لا نحارب الإسلام ولسنا ضد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن ضد من يعتدي على الآخرين ومن يؤذي الآخرين. وإحنا صغار برضو مرة أخرى بدي أستشهد. نعم. يعني لما اثنين أولاد يتهاوشوا كذا ويروحوا يشتكوا لأمهم أو لأبوهم أو للمدرس في المدرسة، العبارة المشهورة دائما هو اللي بدأ. يقول لك هو اللي بدأ. صحيح. فمين اللي بدأ؟ تشارلي إبدو ولا إحنا؟ هم اللي بدوا. نعم. بدأوا فينا واعتدوا علينا وأتوا إلى رمزنا. فإذا واحد منا غضب وبلغ به الانفعال إلى درجة كبرى. لكن دكتور، رغم هذه التصريحات الدبلوماسية يعني هذه لا ترضينا، باعتبار إنه يعني الفعل هو أبلغ من القول. طبعا أنتم تأتون وتهاجمون المسلمين في عقر دارهم. نعم. وفي تحتلون أرضهم. صحيح. وتدون يعني الإرهاب الذي يجري في سوريا وسكوت العالم عليه مثلا، أليس إرهابا كبيرا ويعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية؟ صحيح. كلها.
صحيح. لذلك احيانا تجد مفارقات بين الاقوال صحيح. والافعال، ولكن يعني ولا تعتبر هذه ولا تقرا الا في سياق المسكنات هي فقط، في تعبير عامي برضو. نعم. ضرب على الحافر وضرب على الفرع الوتد، يعني لعلها تاتي في هذا الباب. ولكن انا حقيقه اشيد نعم. باخواننا المسلمين في اوروبا. انا زرت اوروبا عده مرات والتقيت بمسلمين هناك في المساجد وفي التجمعات الاسلاميه. معظم المسلمين في اوروبا يعطون صورة ناصعة جدا عن الإسلام وجميلة جدا. نعم. في إيطاليا مثلا أنا حضرت حقيقة في رمضان، يحضر العمدة ومدير الشرطة ومدير الأمن يعني كل المسؤولين في تلك المدينة. مدينة صغيرة نسيت الآن اسمها، حقيقة شيء رائع جدا. في رمضان أفطروا معنا في المسجد وقالوا نعم. يعني يا ريت إحنا زيكم. كانوا يقولون يا ريت إحنا زيكم. نعم. بالمناسبة اليوم قرأت خبر نعم. امرأة غير مسلمة في أوروبا بعثت طفلها الصغير على المسجد على المركز الإسلامي لكي يتعلم، فالمعلم بيقولها وأين والدتك للبنت؟ بتقول في الخارج. لماذا لا تدخل؟ قال أنها ليست مسلمة. فاستغرب فراحلها قالت لأني أنا رأيت في دينكم بر الوالدين. شوف نعم. شوف هالفكرة اللطيفة. نعم. بر الوالدين، إحنا أمنا لما تكبر منقبل رجلها مثلا ونخدمها عند أولئك القوم كما تعلم إلى الملجأ. ولذلك قالت لي أنا بدي أحفظ نفسي، قالت أريد لبنتي أن تتعلم الإسلام لكي يعني فعلا تعرف كيف تعاملني لهذه الخصيصة مثلا. ولذلك يعني أنا أقول لإخواننا المسلمين في أوروبا احرصوا على أن دائما تقدموا فعلا الصورة النموذج الحسن. نعم. طبعا هذا لا يعني أنه ما في غيرهم فيه، ولكن أنا أتكلم عما رأيت حقيقة. نعم. رأيت صورا في غاية الإشراق والجودة والجمال. نعم. معنا اتصال الأخ رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مرحبا. الله يحييك. تفضل. ممكن اتكلم مع الدكتور؟ تفضل تفضل. تفضل يا اخ رياض، حياك الله. الله يحييك. وجه السلام اليك ولا ضيفك الكريم الدكتور احمد شكري. حياك الله. يعني اتذكر قول الرسول عليه الصلاه والسلام عندما قال اما حمزه فلا بواخي له. نعم. ووضع المسلمين اليوم يعني كما نشاهد فلا بواخي لهم. فالمسلمين الآن يعني يختلف في معظم أنحاء العالم تقريبا، يعني غزة وسوريا وغيرها كثير كثير. نعم. فلا بواكي لهم. فهاي الموقف الآن بذكرني بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أما حمزة فلا بواكي له. نعم. والسلام إلى ضيفك الدكتور أحمد شكري. جزاك الله خير. لكن نحن بنفس الوقت نقول الأخ رياض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإساءة إلي إساءة إلى أكثر من 1,300,000,000 مسلم. نعم. نعم. على امتداد هذه البسيطة. والمسلمون يعني بشرك أخ رياض حقيقة، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كلهم فعلا يعني يفتدون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. نعم. وبكل غال عندهم. نعم. يعني دعك من قلة ليسوا على هذا، يعني أنا رأيت مثلا في إندونيسيا. نعم. رأيت العاطفة الإسلامية المتوقدة جدا 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 حقيقة عند المسلمين عند الباكستانيين مثلا، عند الأتراك، المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعني لا تكون فقط في داخل النفوس، إنما نعم. يعني تظهر فعلا، يظهر أثرها وسماتها ولذلك يعني صحيح أما حمزة فلا بواكيه هو، لكن يعني بإذن الله عز وجل. ومرة أخرى بقول هذه مثل هذه الضربات، مثل هذه الحوادث بالنسبة لنا موقظة يعني منبهة. نعم. انتبه يا فلان، انتبه يا مسلم، انتبه يا عبد الله، ما الذي يحصل؟ كيف هم يعادوننا؟ يعني حتى في صحيفة تشارلي هذا مثلا. نعم. ماذا فعلنا لهم الآن في هذه الفترة؟ ماذا فعلنا لهم؟ يعني ما الداعي لكي يقوموا بهذه الحركة مثلا في صحيح. هذا الوقت ونحن في قريب من المولد النبوي، يعني في ذكرى المولد النبوي ونحن نتكلم كذا فوجئنا بهذا الكلام. فسبحان الله العظيم، يعني الأمور تجي بمقاديرها، وكأن الله عز وجل يريد لهذه الأمة كل فترة من الفترات لما تغفو، لما تنحرف عن الطريق قليلا، لما تتوه وتنشغل بالمال والدنيا وكذا، والدنيا. نعم. تأتي مثل هذه الحوادث لكي توقظنا ولكي فعلا يعني تنبهنا ولكي تحيي في نفوسنا أيضا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به ومحبته. نعم. عليه نعم. الصلاة والسلام. دكتور، سؤال الآن على عاتق من تقع المسؤولية. آه. في سن مواثيق. نعم. دولية لطالما يعني نادينا بها منذ الإساءة الأولى التي حدثت. نعم. إلى الرسول قبل سنوات بأن توجد هناك مواثيق عالمية تمنع الاستهزاء والإساءة للرموز الدينية بغض. نعم. النظر كونها إسلامية أو غير. صحيح. إسلامية باعتبار أنه مثل ما تفضل دكتور بأنه ديننا هذا دين عالمي وهو يحترم شعائر ومشاعر الآخرين. على من دكتور تقع العاتق ومسؤولية هذا؟ والله هي المسؤولية على الجميع.
على الجميع، كل بحسب موقعه، كل بحسب المكان الذي هو فيه. نعم. كلما ارتفع الإنسان في هرم الحكم والسلطة كلما كانت المسؤولية عليه أكبر. نعم. الدول الإسلامية الكبرى العاتق عليها أكثر لعدد سكانها أكثر أو القوية أكثر. نعم. التي تتبوأ الصدارة بزعامة العالم الإسلامي مثلا، الهيئات الإسلامية الكبرى، يعني في بعض الهيئات أصدرت بيانات مثلا. نعم. ولكن يعني كأنها باهتة وكأنها ضعيفة، يعني هم يلقموننا صخورا ونحن ممكن نرد عليهم بحجارة بسيطة جدا متواضعة. نعم. فالردة الفعل ليست بقوة الفعل، ومن هنا يعني نحن معشر المسلمين مطلوب منا كل في حسب موقعه وحسب مكانته. يعني دكتور، احنا هنا في الأردن يعني. نعم. يعني نذكر مثلا رابطة علماء الأردن مثلا أصدر بيان ولكن من اطلع عليه، من سمعه مثلا، هاي القضية. لكن قاموا بواجبهم على أقل. نعم. تقدير هناك كثير من الجهات، حزب جبهة العمل الإسلامي، هناك هيئة علماء المسلمين على مستوى العالم الإسلامي، العالم الإسلامي، هناك الأزهر، الأزهر نوعا وغيره ممن يعني في تركيا، في تركيا حقيقة العمل. في نعم. بعض المحاكم أصدرت بيانا يعني حقيقة أو حكما. نعم. بهذه الصحيفة أنه لا يجوز بيعها وشرائها. نعم. مثلا دكتور، أيضا وردنا سؤال، أين علماء المسلمين بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تعمد يوم الجمعة للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعني يعتبر مؤشر؟ هم أحيانا يعني حقيقة كما قلنا في ذكرى المولد أيضا. نعم. يعني يبحثون متى كيف يكون الوجع أكثر. أه. يعني بده يؤذيك، بده يؤذيك، بقول لك وين الضربة اللي بدها تخليه يعني يتألم أكثر مثلا. نعم. فيتعمدون المواسم الإسلامية عندنا مثل يوم الجمعة وغيره. نعم. العلماء حقيقة يعني معظمهم، معظمهم فعلا عندهم الانفعال، عندهم الحرص، عندهم التبيين والتوضيح. ولذلك المسيرة غدا إن شاء الله سيكون فيها علماء خطباء الجمعة مثلا. نعم. أتوقع يعني معظمهم سيتكلم عن هذا في دروس المساجد في الجامعات. نعم. يعني العلماء يقومون بدور، ولكن المشكلة نحن يعني الوسائل المتاحة لنا محدودة نوعا ما. يعني مثل واحد في هالغرفة يبصيح وكذا، ما اللي برا مش سامعك. نعم. نحن نحب، يعني أنا قلت لك قبل اللقاء. نعم. في المرة الإساءة السابقة بعض. نعم. علماء المسلمين أو بعض الدعاء ذهبوا إلى السويد وقالوا لهم: هل تعرفون محمد الذي رسمتم هذه الرسومات عنه؟ هل تعرفون أخلاقه؟ هل تعرفون الرحمة عنده؟ هل تعرفون كيف كان يتعامل؟ يعني هذا مهم وجيد. نعم. جدا. وبالنسبة لفكرة الإساءة للرموز الدينية الأخرى أو. نعم. للناس الآخرين. نعم. يعني لا يظنن أحد أنهم إن أساءوا لسيدنا عيسى عليه السلام مثلا أننا لا نغضب أو أننا نرضى أبدا. يعني ممكن هذا صاحب الصحيفة يقول: طيب أنا أسأت لعيسى وهي النصارى ما زعلوا، ليش أنتوا تزعلوا؟ إحنا نغضب، نغضب لأن عيسى بالنسبة لنا رسول الله وروح الله وكلمته. نعم. وأي واحد يؤذي أي رسول من رسل الله كأنه أذى رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. ولذلك هم إذا تعرضوا لأنفسهم يعني هم أحرار في أنفسهم. يعني دكتور، أي رمز ديني الحل والصون يجب أن يكون شامل لكل الرموز الدينية طبعا، يعني حتى لا تكون مثار للطعن طبعا، لا يقال أيضا في تمييز مثلا. نعم. بالعكس، يعني حتى لو آذوا نبي الله موسى. نعم. يعني قبل فترة في كان مسلسل أو فيلم وكذا عن نبي الله موسى وكانوا في إساءة، نحن لا نقبل هذا. نعم. لا نقبل أن يؤذى ونقول أنتم هذا نبيكم واصطفلوا معه إن صح التعبير. لا. نعم. بالعكس حقيقة يهمنا، يهمنا. نعم. جدا أن يكون الأمر كل شيء يتعلق بالله وبرسل الله وبكتاب الله وبدين الله. يعني حتى المصاحف طبعا بعض الناس بيقول: طيب ما هي في عندكم ناس يؤذون رسول الله؟ يعني عندنا عدم يعني مؤاخذة حقيقة. نعم. في شوارعنا أحيانا بعض حتى الأطفال. نعم. حتى بعض الأطفال يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فبيجي بيقول لك أدب هذا قبل ما تروح على فرنسا. أنا بأدب هذا وهذاك. نعم. يعني هذا لازم يربى أيضا، كلاهما يجب أن يعرف طبعا. ونحن نتألم ولا واحد يعني يعتدي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في بيوتنا أو في شوارعنا ومننا نوجهه ونعلمه. طبعا هو منين تعلم؟ من أهله مثلا وما أشبه ذلك. المصحف، المصحف لما يمزق مثلا، الأمريكي القس الأمريكي مزق المصحف، ولكن في سوريا مزق المصحف، وفي لبنان مزق المصحف، وفي عندنا بديار المسلمين مزق أيضا للأسف. نعم. الشديد. يعني في عبارة جميلة. نعم. معلش سمعتها من أحد. نعم. الدعاء بيقول: نحن هن على أعدائنا بعد أن هن على أنفسنا. لكن دكتور يجب أن يؤخذ على أيدي الجميع سواء كانوا مسلمين طبعاً أو غير طبعاً مسلمين طبعاً. كل يعاقب بحسب الطريقة يعرف التي يعرف يعني أن هذه مقدسات يجب أن تصان. صحيح. دكتور، الأردن مثلا عضو في مجلس الأمن، لماذا لا يتقدم مندوبنا في مجلس الأمن؟ والله أنا وإثارة هذا الموضوع على مستوى. صحيح. العالمي يعني. صحيح. أنا لماذا احنا يعني نبقى دائما حبيسي ردات الفعل. صحيح. في حينها ثم ما تلبث أن تخبو. أنت تفضلت وقلت التشريعات. لماذا لا يمكن أن يوضع يعني ميثاق عالمي باعتبار أن العالم اليوم يتغنى بحقوق الإنسان. صحيح. وهذا من حقوقنا، من حق يعني الإنسان أقل ما يكون. وفق حرية التدين أن يحترم دينه وشعيرته
ومقدسات. والله نحن نتكلم، وهذه أنا أشكر حقيقة يعني قناة اليرموك أيضا على هذه الحلقة وعلى دائما تفاعلاتها مع القضايا الإسلامية، ونرجو أن يسمعنا أحد يعني كبار المسؤولين مثلا فعلا، وأن يوجه المندوبنا في مجلس الأمن إلى فعلا إلى نتخذ مسودة قرار وكذا. يعني لازم توضع ضوابط لمثل هذه الأمور. الحرية المطلقة يعني كما قلت لا توجد إلا عند البهائم. والآن بيقولوا رموز، يعني لو أساءوا لأوباما مثلا وصوروه بصورة يعني قرد عدم وأخذوا ولا خنزير ولا كذا، يعني بيزعلوا القيادة اللي هناك. صحيح. وأي رمز من رموز العالم يعني لا يقبل هذا. ولا الرئيس الفرنسي نفسه لو الجريدة هذه طلعته على صورة أيضا يعني مثلا ذوات الأربع ولا على هيئة حية ولا تمساح ولا كذا، هي ليست مقبولة إنسانيا دكتور مثلا، يعني حتى لو قبلها الشخص ليست مقبولة، لا يليق، والنفوس السليمة لا تقبلها. ولذلك أنا أدعو حكومتنا حقيقة يعني إلى أن فعلا تكسب فترة وجود الأردن في مقعد في مجلس الأمن إلى تقديم مسودة مشروع، يعني ممكن أنه يتحدث فيه كيف يكون بطريقة أو بأخرى، لأن التشريعات هذه يجب أن تكون. وأنا اليوم بعد العصر كنت مع مجموعة نتكلم أنه كيف ممكن يعني أخذ حقنا من هؤلاء، ليس بأن نقتلهم، صحيح ماشي، لأن القتل هذا يعني في تجاوز وفي كذا وفي اعتداء على حرمة الدول إلى آخره. نعم. طيب بدنا طريقة تشريعات دولية مثلا. أنا حتى كنت أريد أن أكلم إخواننا الكرام في رابطة علماء الأردن، وأنا أحد أعضاء هذه الرابطة، إلى أن الرابطة تتقدم بهذا المشروع إلى مثلا محاكمة هذه الصحيفة. نعم. محاكمة دولية أنه أنتم تسيئون إلى رموزنا وتسيئون. نعم. مثلا بشكل أو بآخر قدر. نعم. الإمكان يعني التفاعل يستمر ويكون له نتيجة ويكون مقنن ويأخذ جانب ما يكون فورة إيجابي. نعم. إحنا غالبا زي ما فضلت ردات. نعم. فعل من فور شوي منطفي من فور. نعم. شوي لا، يعني حقيقة لو كانت ممنهجة ومقننة فعلا وعلى مستوى العالم كله، لأن الإسلام يعني في العالم كله معروف ومنتشر ويعرفونه ومقدر، كما قلت لك الدعاة والمسلمون في كل مكان ينشرون الصورة الحسنة للإسلام. نعم. صحيح في جهات في جماعات في منظمات في كذا يعني لها توجهات معينة، لكن الصورة المشرقة موجودة. في كثير من الأحيان خاصة في أوروبا نعم. انظر إلى المساجد وفي نعم. أمريكا أيضا في تركيا مثلا في بلادنا العربية حقيقة شيء. نعم. جميل جدا دكتور. كيف يكون الرد الأنسب على هكذا إساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا يعني من خلال الكلام الذي قلته قبل قليل. نعم. الرد الأنسب يكون بتبيين الحق، تبيين الحق يعني بمعنى نعرفهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أظن في كتيب عن التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. انتشر بعد الرسوم المسيئة السابقة. نعم. بشكل هائل جدا في أوروبا. نعم. لأن الناس تبدأ تتساءل من هذا الشخص الذي ثار من أجله هؤلاء المسلمون الكثيرون. نعم. من هو؟ نريد أن نتعرف عليه. فنحن الآن دورنا يعني نستغل الفرصة دورنا. نعم. نتكلم الآن عن اليهود زعلانين منهم لأنهم ركبوا الموجة. طيب. نعم. إحنا نركب الموجة بشكل أو بآخر أيضا. نعم. يا جماعة هؤلاء الذين هذا الشخص الذي يسيئون إليه هل تعرفونه؟ هذا. نعم. الرجل لم يؤذي خادما من خدامه، يعني أنس بن. نعم. مالك وهو صغير لما التهى. نعم. مع الصبيان وكذا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يبحث عنه فصارت وجهه بوجهه صح التعبير. نعم. يعني أي واحد فينا يتخيل نفسه في موقف أنس بن مالك. نعم. بالتعبير البلدي بيقول رحت فيها خلاص. نعم. بخاف. إعدام. نعم. إعدام. قال مجرد نظر إليه فقط. نعم. يعني هو خرج ليطمئن عليه. سبحان الله. مثلا هذا مع خادمه ومع زوجاته. نعم. مثلا مع المسلمين حتى مع أعدائه. طيب. عكرمة بن أبي جهل مثلا يوم فتح مكة كان. نعم. من الذين قيل لهم اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة لأنهم كانوا مسيئين جدا له عليه الصلاة والسلام. نعم. فهرب إلى اليمن، فجاءت أخته قالت يا رسول الله عكرمة هرب وكذا، طبعا لاحظ أنه هرب. نعم. يعني اللي هرب خلص الآن هو يعني مستسلم تقريبا. نعم. فأتى وعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا عرفوا رسول الله كما ينبغي أن يكون فعلا. نعم. لا أحد يجرؤ أن يؤذيه، وهذا واجبنا دكتور كمسلمين. نعم. في كل أنحاء الأرض. طبعا. أن نقدم الصورة الحسنة وأن. نعم. يعني تكون دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة بقدر الإمكان. نسأل الله أن يعيننا، يعني حقيقة يعني إسلامنا عظيم وهو. نعم. دين يعني الرحمة للجميع. نعم. فحري به، يعني قالوا قضية ناجحة ولكن بيد محامي فاشل. نعم. هكذا عرف بعضهم الحديث عن الإسلام. نعم. بالمناسبة في هذا الكتاب هنا في آخره. نعم. بعض شهادات مستشرقين وغربيين للرسول. نعم. عليه الصلاة والسلام يعني حوالي عشرات. لو شيء رائع جدا. لو دكتور تقتبس لنا يعني نختم بها يعني مثلا بدقيقة
نعم، ماذا يقول حتى نختم؟ برنارد شو يقول هنا: كان محمد صلى الله عليه وسلم هو روح الرحمة، وقد ظل تأثيره باقيا خالدا على مر الزمان، لم ينسه أحد من الناس الذين عاشوا حوله، ولم ينسه الناس الذين عاشوا بعده. نعم، لاحظ نعم. الجمال في قراءة لغاندي. نعم، قبل ما هاي غاندي مثلا. نعم، ماذا يقول؟ أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته. نعم، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه إلى نعم. آخره. لاحظ نعم. التعبيرات الجميلة جدا. يكفي دكتور أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم طبعاً طبعاً بأنه صاحب طبعاً. الخلق العظيم طبعاً. وبأنه الرحمة صحيح. وكأنه رحمة بذاتها صلى الله طبعاً. عليه وسلم طبعاً. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعداء هذه الأمة في نحورهم نعم. وأن يعني يجعلهم خائبين دائما، وأن نعم. تطيش سهامهم، وأن ينصر دينه ونبيه صلى نعم الله صحيح. عليه وسلم. صحيح، يعني نحن المسلمين أن نعجب برسول الله طبيعي، ولكن أن تجد هؤلاء من النصارى ومن البوذيين وغيرهم يعجبون نعم. بالرسول ويقولون هذا الكلام، هذا حقيقة شيء جميل جدا نعم. فعلا نفاخر نعم. به. جزاك الله خير. الله يبارك فيك الدكتور أحمد شكري، أستاذ التفسير في كلية الشريعة الجامعة الأردنية، شاكرين حضورك معنا اليوم. الله يبارك فيك، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. الله يجزاك الخير. الله كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون الكرام على طيب المتابعة، على أمل أن نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله، من هذا الحين إلى ذلك الحين. هذا محدثكم رامي عياصر، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.